إنها استعادة حية للحظة اغتيال جون كينيدي. فعلى متن هذا الباص يجول السياح في ساحة ديلي بلازا التي اغتيل فيها الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي عام 1963. فإلى هنا يتقاطر منذ 50 عاماً سياح يؤمنون بنظرية المؤامرة وبعض الشهود. جيمس يعتبر وجوده هنا نوعاً من الحج، فهو كان تحت هذا الجسر عندما أصيب برصاصة طائشة وكان شاهداً على الاغتيال. ما زلت لا أصدق أنني كنت هنا وأنني أصبت برصاصة طائشة وأن الرئيس تم اغتياله أمامي. من الصعب تخيل ذلك بعد مرور 50 عاماً. ما زلت أسأل نفسي إذا وقع هذا الحادث فعلا. على بعد أمتار، مارك مقتنع أن القاتل المزعوم لهارفي أوزولد لم يتصرف من تلقاء نفسه، وهو يؤكد أنه يمتلك أدلة. فهو يأتي إلى هنا كل يوم ويقدم نفسه على أنه خبير في حادثة اغتيال كينيدي. من المستحيل أن يقوم شخص واحد بكل ذلك. نظرية باتت تستقطب الزوار. لقد حصلت على أدلة جديدة وجدتها مقنعة، لأن كل ما قرأته سابقا كان يشير إلى أن أوزولد هو القاتل. بالفعل اكتشفت أن ثمة روايات أخرى. ولكن الهدف الرئيس للزوار يكمن في زيارة هذا المكان الذي أدرج على لائحة المعالم التاريخية عام 1993. فعلى بعد أمتار قليلة من مكان الاغتيال يروي هذا الصحفي السابق ذكرياته. هي جولة مفعمة بالأحاسيس وتحاكي الماضي. الكثير من السياح يختتمون الرحلة بالدموع. في عام 2003 وافقت مدينة دالاس على مشروع بنفقة 3 ملايين دولار لجعل ديلي بلازا تستعيد هندستها في العام 1963. أما الشيء الذي لم يتغير بعد 50 عاماً فهو تواصل توافد الزوار.